أهلاً من جديد في خواتيم هذه الحلقة اليوم من مساء جديد مساء الأربعاء. هي مجموعة من الفقرات ولكن كان أغلبها حديث عن السلوك الحضاري في المجتمع وعدد من الأشياء التي لها علاقة بالطلاب وبالجامعات وثقافة العمل الصفي واللا صفي أيضاً وماذا وكيف تتطور هذه الجامعات. في هذه الفقرة أيضاً نتحدث عن واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة أيضاً وعدد كبير من الطلاب المتميزين خاصة في المجال التقني, كلية جاردن سيتي هي معنا في هذه الفقرة, أو جامعة جاردن سيتي بالأحرى. وحاجة نفيسة محمد مصطفى مديرة وحدة الحاسوب والدعم الفني وعميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة هي ضيفتنا في هذه الفقرة. أهلا وسهلا, مرحبا بك. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. الأخبار كيف الجامعة؟ لا تمام, كلها تمام. كل نحن مبسوطين اللي تكونوا معنا, عندنا أسئلة كثيرة حنطرحها. الفيميل لطيف بأنها تكون في هذه يعني يا صديق في هذه المرتبة المتقدمة وعميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة. شكرا, مرحبا بك. نحن حنرجع لك وحنرجع كمان لكل الناس اللي بتتابعنا الآن عبر المساء الجديد, ولسه نحن بنتواصل معكم. عندنا مادة متعلقة بمحاورنا للجزئية الأخيرة من هذه الحلقة, نتابع ونرجع نتواصل معكم من جديد. قوم معنا. Environment is really good and I really coped here, and yeah, I like the fact that it's in English and it's very comfortable here. يعني تقريبا اول جامعة محبزة النشاطات الشبابية في الخرطوم كلها, لانه ماشي مع السوشيال ميديا, ماشي مع الفانس, ماشي مع المشاهير بتاعين السوشيال ميديا كلهم في السودان. جامعة جاردن سيتي يمكن الجامعة الوحيدة تقريبا اللي لقيت نفسي فيها كمجتمع وكنظام, يعني اكتر نظام في السودان لقيته متماشي معايا. كم جو مجامعة جاردن سيتي يونيفرسيتي جا كل التوب جاي اياهم بيورش دي بول. بالنسبة لنا جاردن سيتي ما كانت هي فقط مكان للتعليم, انما كانت هي عبارة عن بيت كبير بيجمعنا جميعا من خلال الأساس الموجودين والعاملين والإداريين الموجودين في الجامعة, حيث كانوا جميعا بيمثلوا مصدر دعم للطلاب من خلال دعمهم لكل المبادرات الحكومية للطلاب. وعشان كده أنا دائما بشعر بالفخر إن أنا يعني بنتمي للمؤسسة دي وإن أنا درست في جامعة جاردن سيتي. نرجع مرة ثانية نتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا عبر المساء الجديد. نرجع كمان لضيفتنا من داخل الاستوديو حاجة نفيسة محمد مصطفى. خلينا في الأول نتكلم عن جاردن سيتي كجامعة تحتوي على مجموعة من أطياف المجتمع المختلف, إذا كانت على المستوى المحلي أو الدولي. طيب طبعاً الشعار بتاعنا أو حسب الرؤية بتاعت الجامعة خطى ثابتة نحو مستقبل مشرق, فدي كانت واحدة من أهداف الجامعة تكون رائدة من مؤسسة رائدة في المجال التعليمي. وواحدة من الحاجات اللي خلتها تكون متميزة أنها بتحتوي على مجموعة مختلفة من الطلاب, جنسيات مختلفة من دول مختلفة, طلاب نيجيريين, طلاب هنود, طلاب صوماليين, أعتقد خلقت بيئة مناسبة قدرت تحتوي كل أطياف أنواع مختلفة من أنواع المجتمع, سواء كانت على أطياف دينية أو جنسيات مختلفة. فنحن بدينا من 2003 ككلية, كانت كلية تحتوي على قسمين فقط, قسم هندسة الإلكترونيات وقسم تقنية المعلومات. بعد ذاك على مر السنين 2015 رفعت إلى جامعة واحتوت على مجموعة من البرامج
واحتوت على برنامج دراسات عليا اللي هي ماستر ام بي اي إدارة الأعمال. فماشيين في التطور. جميل، يعني انتم بتحققوا في الشعار اللي انتم وضحتوه للجامعة، وهي طبعا كما هو معروف لكل الناس انها هي متميزة في المجال التقني اكثر، يعني كلمينا عن التخصص ده وكلمينا عن المجال التقني والتطور. المجال التقني من ناحية بتاعت الأدوات والريسورسز الممكن توفرها الجامعة. واحدة من الحاجات في الجامعة عندنا استديو اللي هو لطلاب، عندنا كلية وسائط متعددة فيها قسمين، قسم للبرودكشن وقسم أنيميشن، اللي هي فيها فيها القسمين ديل. عندنا الجامعة بتوفر استوديو فيه كل الأدوات اللي بتساعد الطلاب عشان نأهلهم لسوق العمل، فبيطلع بطريقة مختلفة. ودي يمكن تكون مختلفة شوية من الجامعات اللي بتدرس ربما 4 سنوات ولكن على المستوى النظري. النظري. عشان كده هم بيطلعوا لسوق العمل مؤهلين. مؤهلين. فهي واحدة من الحاجات اللي بتقدمها جامعة جاردن سيتي، وأعتقد ده دور مهم من دور المؤسسات التعليمية في المجتمع، اللي هي تنمية المهارات، اللي هي بتنمي المهارات بتاعت الطلاب. دمسال. ففي طلاب بدون هاوي. الجامعة بتحتوي طلاب وبتطلع هواية الطلاب دي وبتحاول تتبناها وبتطلع بمشاريع جميلة جدا. نعم، برضو عرفنا انه عندكم مجهود مجتمعي كبير جدا بتقوم به الجامعة. خلينا نتكلم عن الجانب ده. اوكي، قبل بس ما نتكلم عن الجانب بتاع الخدمة المجتمعية او المجتمع، لو ممكن نتكلم انه الجامعة في أثناء التطور بتاعها حاولت بقدر الإمكان تلبي احتياجات سوق العمل بالمجالات المختلفة فيها. فعندنا مجالات مختلفة، كليات مختلفة، مثلا كليات الهندسة، هندسة مدنية، هندسة العمارة، هندسة الإلكترونية، وبالتالي الجانب الطبي بدأت في 2017 بدأت الجامعة برامج طبية، الطب والتمريض والمختبرات الطبية، بالإضافة إلى القانون والدراسات الحاسوب والوسائط المتعددة، وما ننسى الإعلام لأنه جزء كبير من فيها. كم كلية؟ فيها 13 كلية. 13 كلية. هي في الطب مثلا كلية ولا برامج؟ كلية. الجامعة هي كانت كلية ورفعت إلى جامعة. لا قصدي انت لما تتحدثي أستاذة حاجة نفيسة في انه انت بتقولي برامج، انت طبعا دارج عندكم في الجامعة تقولوا برامج، لكن هي كليات الطب وكلية الهندسة وكلية العلمية والكليات الأدبية. عندكم فيها كلية الإعلام وكلية الوسائط المتعددة. هي أول جامعة كانت اتقدمت في